صباح النار، صباح السرور، صباح الورود والزهور واي حاجه زوينه. والشتيوات، شتيوات امطار الخير تبارك الله. من البارح بالليل بداو، عرفتي تبارك الله واحد الشتيوا قال لك اليوم عاوتاني غادي تبقى. كي دايرين بعدا نتوما؟ لاباس عليكم ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. اختكم انتصار بعد زمان طويل جدا جدا، مدتي طويله بشحال اللي ما فقت هكا بكري. فقت بكري، بعدا نتوما يبان لكم عيني منفوخين، وبقى حاولت ندرقهم بالقلم زعما باش نبان راني موقده. اليوم ان شاء الله خالتكم ناديه غادي توصل ان شاء الله، غادي تشرفنا وتنورنا في كندا بعد سنين من الانتظار، واخيرا غادي تجي عندي ان شاء الله. المهم فقت، خليت يعني البارح كان عندي الجري بزاف هنا 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 هنا، عرفتي ما لحقتش، ما نعسش بكري اول حاجه، واليوم رجلت التليفون بكري باش يلا نكمل هذاك الشيء اللي باقي ليا. خليت الجفاف هو يعني حتى الصباح ضربت هكا بحال الجفيفه خفيفه. فطرت الدراري وجدت لهم لانش بوكس ديالهم باش ان شاء الله غادي نديهم للمدرسه، ولانها هي عندها يعني لاغيفي ان شاء الله غادي توصل الصباح. قولوا ما ديك 11 قلتوا له 11 لارو بحال هكا. المهم الحمد لله يعني راه ديجا دابا راه ركبات. كان عندها الفورما واش مع شي جوج الصباح ديالنا بحال هكا. تقريبا من كازا موريال كدير سبعة سوايع و 25 دقيقة تقريبا، يعني فول طويل ماشي قصير. ان شاء الله مهم غير منين يدوز كل شيء بخير وعلى خير وتوصل ان شاء الله بسلامته وعافيته، هذاك هو المهم. صافي المعان، حاولت نقي الكوزينه كل شيء، داك الشيء التنقيه كنت حيدته عليا البارح، قال لي دابا غير بعض اللمسات الاخيره غادي ندوز دغيا نبارطاجيهم معاكم، نقاد شي معانات نقاد شي لعيبات نعمرهم وصافي. تقريبا الدار كلها نقيه نظيفه. هنا دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نبدا نقعد في الحليوات البلديه المغربيين ديالنا. المهم هادو اللي كنت كومونديت البنات من عند ديليز داطلاس، ما شاء الله عليهم حليواتهم غزالين، يعني شي حاجه اللي كتقدميها تحمرت الوجه. ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم لي كوردوني ديالهم البنات اللي هنا في موريال ولي ريجيون. المهم كيديروا جميع الاشكال البلديين اللي طاحوا لك في بالك، ما بين اللوز لهادو الكركاع، هذاك الشيء خطير خطير خطير، حليواتهم ما شاء الله. المهم غادي ندوز دابا هنايا نخلط، غادي نصايد هادو نص، مهم نص يكون هكا ما بين اللوز كلشي، غادي نخلطوه مع بعضياتهم. وهاد الحلوه الساقيه كتعجبني بزاف، كيدير يعني كتجي معلكه ما بين اللوز والوسط ديالها كتجي كلها دايزه بالبيستاش، وهذه عاوتاني من الحليوات المفضلين عندي عندهم، واللي هي هذه كتكون بحال الطويسات صابلي معمرين باللوز مهرماش والبيستاش مهرماش، كيجيو زوينين. هذه كتجي مقرمشه وهذه كتجي معلكه. شي كامل تقريبا اللي كان خاصني نحيد حيدتو عليا هذا الصباح هذا. المهم هنايا غطيت بهاد لي فوال هادو، غطيت هادوك لي بلاطو ديال الحلوى والمكسرات وداكشي اللي صايبت. هنايا ضروري الدخله ديال الدار الوالده خاصني كيما نقولوا نستقبلها بحد البلاطو ديال الحليب بالزهر. المهم هاد القريعه الزاج غادي نعمر فيها ان شاء الله من بعد الحليب، وتما هذيك شوفوا الكرسي، ركزوا لي على المريشه، هاد المريشه هذه درت فيها الزهر، غسلتها مزيان ودرت فيها هكا الزهر. صافي هكا كديري في كويس وتزيدي عليه الحليب. هنايا هذا راه ديجا سبق لي وشاركته معكم، كنت كومونديتو على بشرى الله يعطيها الصحه، هذا التمر المجهول هكا اللي معمر، كاين اللي بالكركاع كاين اللي باللوز كاين اللي بيستاش، تبارك الله كيجي غزال. دابا نحلو ان شاء الله ونوريه ليكم. البنات اللي هنايا في كندا وامريكا اللي مثلا عندهم عراده ومناسبه وبغاو هكا افكار ولا شي حاجه ولا شي سيده اللي تعاونهم، مثلا هي اصلا تريتور يعني حتى في الطياب البلدي وداكشي لو وقفتوا عليها يعني ما شاء الله عندها ما تقول. صافي هادو خليتهم هكا مغطيين، وهنايا
تبخيره، قديت البلاطو ديال البخور بلدي على حقه وطريقه، بين الحويجات اللي وجدت ان شاء الله لهاد النير هذا، واللي هو هذا البلاطو هذا ولا هذا البلا هذا اللي كيجي ما شاء الله، واللي هو شوكولا بريستيج. كاين اللي ما شافوش الفيديو غادي يقول لك انتصار هذا واش مشري ولا مكوموندي ولا شنو قصته. هذا البنات صايبته معاكم في هذا الفيديو، ان شاء الله نحاول نخلي لكم الرابط ديالو. شوكولا بريستيج ساهل ماهل، من اسرع واسهل ما تقدروا تحضروا لمناسباتكم، ضيافاتكم، عراضاتكم، غدا معروضه، بغيتي تدخلي شي حاجه غزاله هكا في يدك ديها معاك، كاين هذا. غادي تحتاجي ليه واحد الكميه زعما فريمون قليله ديال الشوكولا، حاولنا ندخلوا فيه نكهات، كاين المكسرات، كاين اللي باللوز مهرمش، كاين اللي بالكوك، وكيجي شي حاجه خطيره. كاين مثلا هذا درنا بعقده الكاوكاو وكتبريزونطيه بهذا الشكل هذا، تقدري تزيدي عليه مازال مكسرات، جمعي بالسلوفان، دخلي هكا لاك يعني مثلا كما قلت لكم غدا تباركي لشي شخص ولا مثلا تقدري تصيبي لي هذا، كيجي غزال. المهم هنايا عيطنا الكتاكيت الصغار، هادو يا البنات هادو البارح قال لك بغينا نصايبوا شي حاجه للميمه، شي حاجه هكا اللي قال لك بغينا شنو نديروا ليها، قال لي واش نشريو ليها الجيفت وداك الشيء. قلت ليه ها انت الاحسن جيفت غادي نديروا لامي من عندكم نتوما، هما تصايبوا ليها هكا شي حاجه. بنتي قالت لي ماما بغيت نكتب شي حاجه زعما بالعربي، راني ما كنعرفش. قلت لها قالت لي بغيت لما نقولها زعما فرحانين ولا مرحبا بك ولا شي حاجه هكا. صافي كتبتها ليها هنايا بالعربيه وفرحات، قالت لي صافي وجدت الفتره ديالها والماركرز وبدات ترسم رسمات زعما هذه هي راسها زعما هذه بنتي والقلوبه والنجومه واللونات هذيك. ها انتم البطل العالمي ديالنا. اريز اريز قالك اريز بغيت ترسم طوموبيله ولا طياره؟ قلت ليها انت قلت لي امال امي غادي تجي في الطوموبيله جي في الطياره؟ قالك صافي انا غادي نرسم ليها الطياره. المهم ها انت هذا تا هو كتبتها لي، قالك بغيت نكتب بحال اختي نكتبها بالانجلي. صافي تراسيتها لي ورسمت ليه هنايا سميتو هذا الدرابو ديال المغرب. صافي وهادي كان عنده هذا كيلون فيهم عنده واحد الكتيب، قال لك انا بغيت ندير ليها الطبيعه زعما راهي جايه في الربيع زعما وغادي نمشيو للبيكنيك وداك الشيء ونمشيو للجرده. قلت لي صافي ناض لون هادي ورسم الطياره، كلشي ركزوا لي على الطياره في الاحمر. زعما داك الشيء لون الدرابو داروا ستيكرز. المهم فرحانين هادو دابا ان شاء الله غادي هادو اليزا هادو نعطيهم انا لامي ولا نتوما اللي بغيتو تعطيهم لامي؟ انا واريز. انت واريز واخا. المهم جيت هنا لهذا المحل هذا عندهم هكا دي بوكي د فلوغ، صراحه لي بوكي كيبقاو هما المغرب كيبدعوا فيهم تبارك الله. المهم داكشي خطير هنايا ما عرفتش كيبان لي داكشي عادي بحال كيشدوا لك ربعه خمسه الوردات وكيجمعوهم مع بعضياتهم في داك السلوفان وصافي. هانتوما كيلعبوا غير على الالوان السلوفان، هذا بموف هذا غوز هذا صفر وصافي، حتى الورد ما كيديروش كثير بحال دابا هذا فيه ربعه، هذا تا هو هذا المزاج زايد فيه واحد شويه، هادو خلاص داير لهم ثلاثه في الوردات الفوقانيين اربعه. المهم ناخذ شي وحيد من هادو ان شاء الله كلهم زعما ملوينات زويونين صراحه، بحال دابا هذا زويون هذا الصفيفر هذا ولكن ما عامرينش، هذا هو المشكله. كاين هذا عاوتاني في الاحمر خلاص، كاين هادو كاينين عاوتاني بحال هاد المحبقات، هاد ندي لها محبق. وصراحه محبقات شوف سورتو هذا اللي فيه هذا الفوشي زويون. المهم في اخر المطار بقيت اختاريت ليها هذا، المهم عجبني انه لتحت فيه واحد لاباز زويونه كيفاش مصايبه، ماشي داكشي كما قلت لكم ماشي واو كما زعما كتبغيه هنايا، ولكن جو كخوا خاصك تمشي لشي فلوريس لي ما لقيتش انا شي فلوريس هنايا اللي قريب اللي غادي نمشي عنده. ايوا صافي المهم والله ما هذا ولا والو. وصلت البنات المطار ها نتوما يلا حطني دابا ابراهيم مشى هو ليستاسيوني لاغيفي الفوق، خاصني نطلع الفوق بعد المطار ما عامرش بزاف، هذيك زوين الدنيا مخفه ربما ما وصليش بزاف لي فول. ها نتوما ديك البالون هذه البنات اللي وريها لكم، هذه مكتوبه فيها الحمد لله على سلامتك، هذه بيرسوناليزي كان صايباتها ليا كريا جيفت، كنت كومونديتهم عليهم كيجيو زويونين. والحمد لله الطياره بعد اول حاجه وصلت، دابا تقريبا هذه شي 15 دقيقه باش وصلت الطياره، باش نقادو هادشي باقي نقادو هذيك اللعبه نقادو باجاجنا قبل ما نكملو. يو يو هانتوما نوريكم بعد البالون، شوفوا البنات مكتوبه فيه الحمد لله على السلامه زويون، وجاتي اسورتي مع هذا مع البوكي، جاو داكشي اسورتي
الله قطعت معايا ماما قلت لها الله يعطيك الصحه. بعد اول ما هبطت من الطياره اكتيفات الواي فاي عيطات ليا صيفطات دي زوديو لخوتي لانه كل مره كيعيطوا ليا اندرا واش وصلت اندرا واش وصلت. الحمد لله وصلت. قالت لي يا بنتي انا راه كاينه انا واحد البنت مغربيه راه هي كتوريني وهذاك الشيء باش نخرج انا وياها يعني قد قد. بعدا شكرا ليها بزاف هاد البنت هذه، راه باقي ما شفتها ما عرفتها، مي شكرا ليها بزاف انها يعني توانست مع ماما وكتعاونها وتوريها. لان بعض المرات هنا لي بروسيدور خاصك دوزي تسكاني الباسبور تدخلي بعض المعلومات دوزي على الديوانه عاد لي باجاج وداكشي، فكيكون بعض المرات شي مطارات كيكونوا معقدين شويه. مهم شكرا ليها والحمد لله ماما وصلت. قلت لها انت ماما غير تكملي جيت الديوانه ليها تجري الباكاج صوني عليا باش تلقاني معك تلقاني في وجهها. غير كنشوف الباكاج كثير عند الناس كنقول هذه الطيارات المغرب صافرا بداو كيجروا الباكاج ديالهم حيت المغاربه معروفين لما جابوش ثلاثه اربعه خمسه الباليزات ما كيتسماش راه سافروا جايين من المغرب ولا غادي من المغرب. المهم الي روتور كنمشيو معمرين وكنرجعوا معمرين كنموت على شي حاجه سميتها الباكاج. وبانتوما يبان لكم الشريوات عامرين صافي. دابا ماما تقريبا تكون قريبه تخرج دابا بعثي قالي عليها قالي عليها بعد راه عارفه لابسه واحد الشوميز مع فاش ركبت في الطياره صورت ليا راسها دابا قالي عليها غير فوقاش ان شاء الله تخرج. نشاط دابا نشاط. ماما وصلت. سلام ماما الحمد لله على سلامتك. كميشه يا ماما وصلت الحمد لله على سلامتك يا ماما. شي جيت انا وياك اصغتي بس اكسبري عرفتي اش غادي نلبس وحسيتي لا حسيتي صورتك في الطياره نسيتي. ايوا كي داز الزوين مرحبا بك في كندا. اليوم الجو راه شتوي شتي من الفوق. لا ولكن كاينش البرد لا لا الجو زوين ايوا. هذا ناديه في كندا مرحبا بك ماما. هاد الورود ماما من دابا بدات كتهدي هذه وانا خصني نتقاسم كلشي. ايوا كي داز الطياره كلشي زوين كلشي مزيان كلشي مزيان. تليفونك راه كيصونو دابا خوتي كيعيطوا. لا راه صيف لا صفت لهم قلت لهم راه الحمد لله وصلات والطياره دازت. توحشتيني ماما توحشتيني. وحشتك والله صغيرتي وليتي قالت لي صغاريتي عفيت عفيت شتي عفيت. نقصت دابا شي 5 6 كيلو على فاش جيت اخر مره المغرب. ايه اختي الواحد ولي ضعاف. ماما كتزول ياك فين هما الدراري في الدراسه تمشي تجيبيهم اليوم. واش حنا قالت لك نتسناو ابراهيم دابا معاك في الباركينغ يضرب عندنا الدوره. ناديه في كندا هي خالتكم ناديه جات بركتك ديال الشتاء. هيا نادية كي جاك الجوع عندنا في كندا ويقول لي يلا بدات هذه 5 دقائق كتسولي على الجوع. ايوا الحمد لله على سلامتك. سبحان الله العظيم جيتي مع الشتي ولكن الجو دافي. لسلامتي لسلامتك مرحبا بك عندنا. بسم الله لسلامتك. سيرة ماما سيرة ماما تكتشفي. قال هزلا الفاليز قال هذه راه باينه فايتة 23 فايتة 23 انتم ماما ماما انا قالت لي ما كنتش كنعرف راه دارك بحال هكا بشكل اخر. بشكل اخر دابا احسن ولا اسوأ؟ الكوزينه زوينه والله. قالت لي ماما والله الا الكوزينه زوينه والله زوينه. اول حاجه هي الكوزين. ماما اللي ضاربه على الكوزين. قالت لي والله زوينه. شو جات جلست بعدا تفضلت زوينه وجيتي جلستي اونفاس مع اونفاس مع الكوزينه وبعدا خرجي الجرده برقي جرده جارنا خرجي حد ماما ناري صافي حطات الساكه تخرج دابا غادي تنطلق. حلي الساكه وخرج. لا طلعيها ها حتى هي طلعيها وخرج يلا نطلق. شتي الجو كي داير؟ ما كتبانش فيديو. ايوا صافي هانتوما قالت لكم في الواقع راه احسن دوك الجرده عندكم. هاي الفيو ديال جارنا شتي المنظر كي داير؟ راحة. الله يعطيك الصحة مرحبا بك ماما. الله يبارك فيك. زوينة كتبان مباشرة أحسن. بصح. تبارك الله الصلاة عليك. وشتي الشجيرات.
كبروا الشجرات كبروا كبروا. دابا هنايا هذه هي البلايصه اللي كتعجبني هنا مع كنبقاو نطلعوا على ديك الجريده كتجي زوينه. صافي ماما دابا كل صباح نلقاوك هنا ها تقيلوا فيقه بكري فيقه بكري جالسه كتشمشي دابا الزهر تعطي في الجو هكا مشتوي شوفوا الشتاء كيعجبني هذا الجو خبرك بصح انت اللي ما كيعجبك انا ما كيعجبنيش انا كيعجبني هذا هو الجو اللي كيعجبني لا انا ما كيعجبنيش هذا الجو كيعجبنيش الصيف انا كيعجبني الشميشه ربما حتى ما طلعت لكم في راسكم المغرب ماما كتشتي قلت لك هادشي قلت لك كاع ما كيبان مزيان واش لا شي بحال مباشر تبارك الله الصلاه على النبي تيقطر قلتها انا ولا قلتها انا عندي صغيره ماشي بحال هذا دابا ابراهيم دابا مع راس دابا نستقبلوك باتاي ولا بالقهوه القهوه هنايا ماما فضلات القهوه على اتاي وشوفوا لي هاد المبليين مدوينين ديال القهوه كاس كبير لا هاد توقف بوحده حيت دايره لك كي داير العبار هادي دابا طلعي بها خلاص حاجه خلاص هي هادي صافي ديري نشوف اي في كاس هو نيت هادي هي نشوفوا تشوفوا الكاس هو كاس دابا نزيد فيها شويه عند خفيها شويه هذه راه باينه قاصحه ولكن كتبان زوينه مرحبا بك ماما ماما شوف ماما مع زولا التمر مركز هذيك اللعبه ما تهضريش معايا مرحبا بكم المهم انت الطويله اللي كنت وجدت قبل ما نخرج ديال الدوازات هي قالت لي ماما والله الا الحليوات هذو قالت لي عندكم واعر قالت لي هادشي عندكم متاكده في كندا لا هي ماما تبارك الله زوين تبارك الله العيال طلع عطاهم الصحه اللي خدامين في ديليزا طلاص تبارك الله ما شاء الله عليهم اليوم واحد السعاده من غير الحضور وصلت ماما سعاده اخرى من اعز الحوايج على قلبي المشماش المزنقاتي بعد سنين من الحرمان بالمشماش المزنقاتي ماما جات هزه مسكينه في ساكامان ديالها تخيلوا معايا هزه ساكامان كبير وطلعها فيه الطير قالت لي الا هذا قالت لي انا عارفه كتحماقي عليه شوفوا لي المشماش علاش كنسمي المشماش مزنق حيت فيه واحد البارتي هنايا كتكون محمره هذا عاد شفتو درت ليه ها قلت ليه ما تهضروش مع النخته والطريق كامل ويجي يدير ليها قلت له وصل للدار اول حاجه نغسل ترك ليه كليت جوج ديجا لا راه غسال حتى هو راه هرف لي عليه قلت ليه خاصكش نغمر مو درب البوطه ديالي انت تقدري ساعه تحطي هاد البوطه نغسلها نقدر نبقى هكا كداك بحال كداك الزريع ابراهيم راه ما بغاش اري اي لا شو غسلات لي وخلاتني انا ويلي 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 دابا اش غادي ندير هي طلعات وجدت ليها الصلايه ولبسه الصلاه وداكشي ديالها قالت لي ضروري خاصها تطلع حتى مجموع عليها قالت لي العصر الصبح والظهر دابا كتصلي بتقصير قلت لها ماما دابا عندك التقصير صافي وداكشي وبقى ديت ليها بلايصتها باش غادي نخليها تكا لعب عليها
الديكالاج ومع فايقه بكري، خرجت من الدار مع 4 الصباح وخليتها تكا، قالت لي المهم اهم حاجه قبل ما يجيو الدراري المدرسه خاصني انا نمشي. قلت لها ماما ارتاح، قالت لك لا انا نمشي. مهم وغادي ندوز انا ان شاء الله باش غادي نبدا كما نقولوا نديروا التحضيرات ديال ان شاء الله الوليمه ولا العراضه. كاين شي لعيبات مكومونديهم، شي لعيبات شي اطباق وداك الشيء ان شاء الله مغربي على حقه وطريقه، داك الشيء رفيع غادي ندوز دابا ان شاء الله نصايبو. ديجا كما كتشوفوا بديت كنوجد في العطريه داك الشيء اللي خاصو يتغسل، غسلتو البارح في الثلاجه وخليتو يتسقطر. المهم يعني عندي بزاف تاع اللعيبات ان شاء الله خاصني دابا ندوز نخدم عليهم، نمشي نبدل بعدا هاد الشميز هادي ما هي ديال لاطياب لا والو تولي مبرقع عليا بالعطريه. المهم انا خدامه في الكوزينه وكنلقى ماما كل شويه زيد زيد زيد، كنقولها ماما وتي سيري تنعسي، كتقول لك لا عندها كيفوتني توقيت المدرسه الدراري، قالت لك والو هي اللي خاصها تمشي تجيبهم. ولكن مساكن تا هما فرحانين كل مره يقول لهم انا ما بغيتش نقولها لهم من الاول، قلتها لهم تبقيت يومين حتى كيبغي بعض المرات ابراهيم كيبغي يسقل الهضره كيبغي يقول لي ماماك ماما ممكن ندير لي تسكت تسكت عاجي علاش حيت كون قلتها لهم بكري ريش غادي يديروا لي، يبقاو كل شويه شحال بقى من نهار، شحال تبقات من ساعه، شحال بقى من سيمانه، شحال كيبقاو يسولوا. هاد اليومين هادي داروا لي فيها الطياره كل مره يقولوا لي شحال باقي واش تجي في الصباح ولا في العشيه وشنو الساعه بالضبط. فرحانين فرحانين. هاد عمر مشيتيهمش من الصيف، انا مازال كنت مشيت في نوفمبر، كنت مشيت نوفمبر وابراهيم كان مشى في فيفري، الدراري اللي ما شافتهمش ما نعستي والو معليش ولكن فرحه 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 كما نقولوا الحفايد كيكونوا غلا من الاولاد غلا منك ناري ها ناري ناري اعتراف خايب هذا ناري فايتينك شويه فايتيني شويه بزيقه شويه بزيقه بزيقه كله سبحان الله العظيم كل المعزه. المهم اللي عندهم حفايد كيتبعوني انا عارفه عندي بزاف الناس عندهم حفيداتهم قولوا لي انتم واش حفادكم انتم غلا من ولادكم. حتى انا كنتخيل راسي ان شاء الله الا طور ربي في العمر وكبرت ولا عندي حفادي غادي تكون واحد الساعه كيقول لنا كثرتي امين كنتي عندك فرنسا فاش كنت فيا ادم دخل مسكين البيت وبقى كيبكي كيبكي ووريها راه الا كيبكي ومسات ولاد خوتي هادو مع كانت كما قلت لكم كانت مشات عندهم في العيد مورا العيد باش نجي سبحان الله راه كتكون هذيك المويمه كما نقولوا المويمه كتكون عندها واحد المعزه خاصه. وماما جالسه عليا ودوزي دوزي حلي لي فاليز، كنقولها شوفي ماما دابا انا مديرونجي لي فاليز راه خاصني ندقق معاهم ندقق ونكون شاربه واحد كاس اتاي مقاده به المورال، وعرفتي ديك اللعبه تلبسي واحد الفوقيه وتجلسي فهمتي كتمرحي كتعيشي الدور. بعدا يجيب لي شي سوبريز شي وحده شي مليحه يا كنتي اللي جايه بوحدك كتجيبي واد وليتي دابا كتكون طمعات طمعات ماما غنجينا بوحدك ما تجيبي لي حوايجنا ولا لا قلتها لك بصح لا لا حقيقه لا زعما شي كاس طين شي باركه لا الطين ما كاينش ما جبتيش لي الطين للاسف انا والله ما عرفتش نبقشش ديك الشواط انا هكا نحط ما بقاش ما عرفتش راه كاع شنو جايبه الله يخلي على الله يلاه ماما تا هي شاده راه قالت لي انا كاع ما عارفه هي كاع شنو جايبه مع التدعقس ما كنتش جا داك الشيء حتى كما قلت لكم انا اصلا غفلتها غفلتني غفلتني حتى كنت كنهضر معاها كنقول لها شتي باقي ما بغيتيش تجي وانت باقي ما بغيتيش تجي كتقول لي وصافي انت الا جيتو نتوما في الصيف راه ماشي مشكل كيف كيف قطعت معاها قطعت لها سور بلاص وانا صيفطت لها البي مدام ناديه انا قطعت لك ناديه صيفطت لها اوديو قلت لها شوفي الشيء هذا الشيء اللي وصلك هذه راه البي ديالك انا وماما دابا وصلنا مخبيين زعما شوف مخبيين زعما فهمتي هذيك اللعبه السوربريز مخبيين ليهم مخبيين مورا الشجر شي شكون عندك ماما ظهرك راه كيضرك صغيور باقي صغيور هما حفايدة جاو كان هذا هو اللقاء ديال ماما بحفايدها الله يحفظهم يا ربي. المهم فرحوا 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 دابا صافي غادي نساوني عليهم دابا الفشوش ملي كتكون ماما جداهم دابا الفشوش. قلت لها ماما صافي نيت هنيتيني مع قالت لي صافي انا نولي قالت لي الطريق راه ساهله بنتي قالت لي انا نولي نديو نجيب قلت لها سير الله يرضى عليك صافي ماما خذي هذه المهمه هذه هذه الايام هذه اللي انت جالسه شوفي اش دارت لك ماما الحبيبه ديالي ميرسي ميرسي بوكو ما شيري شو ولدك كيتسنى حتى هو النوبه ديالك ها شوف شو واش كاتب لك ويلكم هما السوفونير ماما ضروري خديهم
حزوني قال لي اكتبيهم ليا وحنا نلونوهم. منين اش الطياره جاي؟ الطياره حمراء حمراء رايات المغرب والفريخات جايين. زعما حيت جيتي قال لك جيتي في الربيع زعما. وهذه اليزا زعما هي رسمت راسها زعما قالت لك بغيت نكتبها لها بالعربيه. وصل وقت الهديه من طرفي انايا. ماما قالت لك قالت لك ماما اليوم ديال الهدايا. وبعد قريتي وراجه كاين امي الحبيبه نورتيني جتام ماماتي. ايه وش اللون بعدا الغوش اللي انتم درنا لك كل شيء في الاحمر اليوم. البوكي في الاحمر النفيخات في الاحمر وهذه ماما اللي كانت كتعجبك عندي. شتها لي كتخبي فيها الماء طيرموز راه كتشد السخوني مع انت عزيز عليك القهوه. ايوا اييه هذيك الناديه زعما ديك اللعبه ما توضرش لك. ميرسي حبيبي ديالي رزق عطاه الشوكولا خذ حتى انتي. هو راه ماشي عطاك الشوكولا زعما لك هو باش تقول لي خذها. عطي وحده لاليزا وحده ديالك. اوكي يلاه هذه وحده ليا وحده لماما. كملي هذه مرايه ليد زوينه حتى هي ناديه. ميديالك حد هيا صحتك زوين. هذه كيشعل فيها الضو كيشعل فيها الضو. وهذه فلور اترنال. لا ها انت وبناديه كلشي ناديه كلشي ناديه داكشي زعما ديالك. هذا البنات كوفخي بيرسوناليزي درتو سبيسيالمون لماما بالسميات ديالها بلو ميساج اللي بغيت. هذا هو اللي كومونديت من عند كريا جيفت كما تشوفوا. ميساج من القلب الشميعة هذيك حتى هي. هذيك ماما ديري فيها لي تيزان وبحال هكا الا درتي الصفايا ديري تيزان والمسخون دخل وتشربها كتصفى. وانا غالبيه كنديرها على ود الماء الا بغيت الماء يبقى بارد ولا اتاي يبقى سخون ولا زوينه صافي السفر في الطريق والخدمه. وانا البنات يلا دارت لي لا ليفغيزون لواحد الطبق مغربي اللي كيرافقنا في جميع مناسباتنا وحفلاتنا ومن لا يعشقه واللي هي البسطيله. المهم كون كانت شمات الريحه تعرفوا شمن البسطيله فيهم. انا ان شاء الله غادي ندوز نوريها لكم. فشكرا بزاف لختي بشرى الله يعطيها الصحه حتى كما سهلات عليا. كما تشوفوا يعني اي طبق طاح لكم في بالكم بلاد لي هنايا في مونريال ولي ريجيون كاملين من دجاج محمر الكتف لي سالاد بغيتو حتى بوفي مثلا عندكم عراضه من ا ا زد تقدر تكلف لكم بها. كما كتشوفوا هنايا مثلا التمر المعمر هكاك بريستيج اي حاجه صراحه كنوقف عليها كنلقاها معايا واللي زوين مثلا كيكون عندك عراضه انت مشغوله كتجيبها. المهم عرفتي واحد الريحه طالعه وباقا سخونه مسكينه قالت لي قول لي الوقت بالضبط باش ليفريها ها انتما يا البنات. الله 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 بعدا تزين يا سلام ما عندي ما نقول. المهم كما كتشوفوا بسطيله غزاله كبيره يعني عائليه تبارك الله هذه راه ياكلوا فيها 12 الناس وكثر. درت لي هنايا باللوز افيلي واللوينه محمر هنايا قرناتها ليا بسميتو بريوات صغير ورينتهم مفنداهم في اللوز وريحتهم زوينه بحال فيها الزهار والقرفه وداكشي. ودورت عليه هنايا بالورد البلدي شوفوا تبارك الله غزاله. ودرت لي حتى في هذا البلا هذا باش مثلا الا مثلا تعطلوا لك ضيافك راك عارفه بعض المرات كدير معاه وقت يجيو لك الناس بوقت هذا البلا هذا كتقدري تعاودي تدخليه للفران باش كتقدم سخونه. المهم هي كتقول لك واش بغيتي نجيبها لك طايبه مزوقه مثلا فاش انا كنت صراحه حيره ما بين الكتف والبسطيله. في الاخر قلت لها صافي راه انا غادي ندير واحد البلاط اللحم غيجيبي لي انت البسطيله هي اللي مشهينها صافي. ودارتها لي غادي نغطيها باش تبقى لي سخونه. غادي نحاول نخلي لكم الكونتاكت ديالها هي مثلا حتى الناس هنايا اللي كيكونوا خدامين ولا دي زيتوديون مثلا كيتشهوا اطباق مغربيين على طول الاسبوع راه كتقدر ديرها كدير حتى البرانش يعني اي حاجه تشهات عليكم ان شاء الله. غادي نحاول نخلي لكم الكونتاكت ديال اختي بشرى وشكرا ليها وتبارك الله على كاع العيالات هنا اللي كيسهلوا علينا. وصراحه يعني كما تشوفوا كتجيك لا ليفريزون حتى للدار ما تحتاجي لا دي بلاصه الا حتى شي حاجه دي نعمه. وصافي المهم انا باقي عندي شله ما تابعني غادي ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي اللي غادي نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي حضرت كاع داكشي اللي طيبت غادي يكون داكشي. يا سلام يا سلام وشارك معكم الاجواء والطويله كامله مكموله وكل شيء ان شاء الله غادي نشارك معكم في الفيديو الجاي. فباش ما يجيش هذا الفيديو هذا طويل شكرا مره اخرى بزاف على تعليقكم وعلى الحب ديالكم وعلى اي كلمه زوينه كتخليوها ليا اللي خطاكم عليا وكنصيفط لكم بوسات بزاف بزاف بزاف.